صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك المظلومين. ما خاب من تمسك بكم، أمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. عظم الله أجورنا وأجوركم أيها المؤمنون بشهادة إمامنا وسيدنا وشفيع ذنوبنا الإمام باب المراد الإمام الجواد. نتوجه إلى الإمام الهادي، قل لسيدي عظم الله لك الأجر بأبيك الإمام الجواد، وهو يتقلب هذه الليلة من أثر حرارة السوم. الليلة كلنا ننادي رجالا نساء صغارا كبارا، كلنا ننادي وإماما. رحم الله من نادى وجوادا. أين الصارخ وإماما؟ يا شيعة إمامكم الجواد يريد قليلا من الماء هذه الليلة، اسقوه بدموع عيونكم. يلتفت إلى أم الفضل، قال لها قتلتيني، اسقيني قليلا من الماء. ليلة جمعة شهادة الإمام، أقول الإمام الجواد كجده الحسين وهو ينادي أنا عطشان وحق جدي رسول الله. وزينب خويا ما بعيني ما بعيني دمع وزقيك، ما بعيني دمع وزقيك، ابحلي بم عليك، بطل الونة ورفس رجليك. يا ما عيني اش بيدي عليك، خواتك تريد الجي عليك، من تجي وبها يا لتلجيك. والله يا ناس درب المشرع مني، تحفظون يا ناس درب المشرع مني، عطشان خاي يا مسلمي، أنا مني نجيب المرتضى مني، أنا مني نجاتني كربلا مني. أجركم الله أرباب العزاء مثل هذه الليلة
يقول بعض أصحاب الإمام الهادي: كنت جالسا إلى جنب الإمام الهادي وإذا بالإمام يصرخ وينادي: وإماماه وأبتاه وجواداه. قلت: سيدي ما الخبر؟ قال: إن أبي قضى نحبه، رحم الله من نادى وإمامه. لكن أقول: سيدي أيها الهادي، صحيح أبوك قضى نحبه مسموما غريبا وحيدا وأنت وقفت على أبيك، لكن ما شفت أبوك فصلوا رأس عن جسده، ما شفت أبوك قطعوا خنصره، ما شفت أبوك رضوا صدره بحوافر الخال. أنا حر قلبي للإمام زين العابدين، شلون شاف أبوك؟ بأي حالة؟ قال: أبا، أما الدنيا فبعدك مظلمة، وأما الآخرة فبنور وجهك مشرقة. يا حافر قابرة زين واسعة، ولا أما أنت نازلة لا تضع وضعة، بجائدنا عليك الجفة راجعة. رجع الإمام مثل ما إجا الإمام الهادي وحضر مراسيم الدفن للإمام الجواد، خلوا خد على التراب، أجروا عليه مراسيم الدفن. لكن الإمام زين العابدين ماذا صنع؟ زينب تسئلة تقول له: يا عم، عادة الميت يصير على الترب خده، يا عم شلون دفن تبوك حسين وهو راس ما عنده؟ هل دمعة حين ضلعة يقلها بدال خد حسين صار على الترب نحرة؟ التوت وتحسر الزينب، صاحت والدمع يجري: عم يا علي السجاد. الله، شوف زينب اشتحكي ويا الإمام زين العابدين بلوعة: خويا خويا لا تقول ما عندك مروة، بهالدمعة أريدك الصيحة. آه، حرق على الإمام وين ما قاعد: والله خويا لا تقول ما عندك، ما عندك مروة. والله ما عندك مروة، ولا تقول ضيعت الأخو. والله ما تدري الشمر بيا سوى، محسوط علم توني تلوى، يا با محسوط علم تلوى. أقول يا شيعة، الإمام الجواد قضى نحبه لكن ما عنده رضيع مذبوح على صدره. الرباب اجت للإمام زين العابدين قالت له: اني ابني عبد الله الرضيع، وين دفنته؟ وين قبره؟
قال أخليته على صدر الحسين؟ قلت له صدر الحسين متهشم متكسر، شلون خليته على صدر الحسين؟ قالوا هاي أم وتحكي ويا ابنها، والله قالوا على صدر حسين نايم نايم يا بعد عمري، أبي يكسر وصدره ما توفى على صدري، تلالي يلجنت بالظلمة تلالي، أدورا على يميني وشمالي، يا بكل ظنتي نايم الغالي، أعزن بالمهد والمهد خالي، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. عظم الله أجورنا وأجوركم ونحن نعيش هذه الليلة ذكرى شهادة إمامنا وسيدنا وشفيع ذنوبنا الإمام أبو جعفر الإمام الجواد. الإمام الجواد يكنى بأبي جعفر الثاني، واسمه الشريف محمد، وله عدة من الألقاب، يلقب الإمام بابن الرضا، ويلقب بالمرتضى، ويلقب بالقانع، ويلقب بباب المراد. ومن أشهر ألقاب الإمام يلقب بالجواد لكثرة جوده وعطائه وكرمه، وهذا هو دأب الأئمة ككل، الشاعر يمدح الإمام: ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم. ولادة الإمام الجواد في شهر رجب، وشهادة الإمام في آخر ذي القعدة. الإمام الرضا عليه السلام التفت إلى حكيمة قال: أختاه ابقي عندنا هذه الليلة، سوف يولد المولود المبارك الذي لم يولد مولود أعظم منه بركة على شيعتنا. أم الإمام الجواد لها عدة من الأسماء: سبيكة يقال لها، درة يقال لها، خيزران، لها عدة من الأسماء، امرأة جليلة على مستوى من الإيمان، ولذلك يكفيها شرف ومقام أنها صارت وعاء للإمام الجواد صلوات الله عليه. تقول حكيمة: الإمام الرضا عليه السلام دخلني مع القابلة، لما خيزران عليه السلام أخذها الطلق جاب لنا مصباح وأغلق الباب علينا. حكيمة بنت الإمام موسى بن جعفر
تقول بينما أنا كذلك إذ انطفأ المصباح والحجرة صارت حجرة مظلمة، فأنا دخلني الغم لذلك، فبينما أنا كذلك والمصباح قد انطفأ وإذا بيد الإمام الجواد وقعت على الطست الذي وضعه الإمام الرضا، وأشرقت هذه الحجرة المظلمة وإذا أشرقت هذه الحجرة بنور الإمام الجواد صلوات الله عليه. الإمام الرضا أجرى عليه مراسيم الولادة. تقول حكيمة قال لي الإمام الرضا: يا حكيمة لا تفارقي مهده، أبق عند لازمي. تقول في اليوم الثالث دخلت عليه أنظر إلى هذا المولود وإذا به يرمق السماء بطرفه، ينظر إلى السقف إلى الحجرة إلى السماء، وإذا به يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله. تقول جئت إلى الإمام الرضا قلت إني أسمع عجباً هذا المولود يتكلم في المهد، قال: إنك سترين منه عجباً وعجباً وعجباً. يقول الإمام: ولد لي شبيه موسى فالق البحار وشبيه عيسى، قدست أم ولدت. ونشأ الإمام الجواد صلوات الله عليه، ودخل المؤمنون يقدمون التهنئة للإمام الرضا بهذا المولود، ثم صاروا يسألون الإمام الرضا، قالوا له: يا ابن رسول الله، إذا صار شيء حدث مكروه لمن الأمر؟ من هو الإمام من بعدك؟ فقال لهم: الإمام من بعدي هو ولدي هذا. قسم من الشيعة استصغروا سنة، فقال لهم الإمام الرضا: إن الله احتج بالنبوة، بنبوة عيسى، بنبوة يحيى، وآتيناه الحكم صبيا، كذلك يحتج بالإمامة، شنو المشكلة؟ مثل ما احتج بعيسى وهو صغير، مثل ما احتج بيحيى وهو صغير، ماكو فرق بين النبوة والإمامة. وشوفوا الإمام الجواد حالة التجديد الإلهي، الرعاية الإلهية لهذا الإمام. تعرف هذا إمام مرتبط بالسماء، المأمون العباسي لما يجي يشوف جمهرة من الأولاد يلعبون والإمام منعزل وهو صغير، نظر إليه لما الأطفال شافوا المأمون انهزموا، نظر إليه وهو واقف. شوفوا علم الإمام وتجديد الإمام ونبوغ الإمام. التفت إليه قال له: أنت ليش ما انهزمت؟ قال له: أنا لست مذنبا، لم أرتكب ذنبا حتى أنهزم وأخاف منك، ولا الطريق ضيق حتى أوسعه لك. فمنطق
ليس منطق إنسان عادي، هذا ما تقول صبي، هذا ما تقول صغير. قال: من أنت؟ قال: أنا محمد ابن الرضا. بعدين سئل كان في يده شيء أخبره. فالإمام الجواد عليه السلام منذ نعومة أظفاره، رعاية السماء، تسديد السماء للإمام الجواد صلوات الله عليه، ونحن أناس قولنا وحديثنا روى جدنا عن جبرائيل عن الباري. يقولون هذا علي بن أسباط يجيب هدايا الإمام الجواد، صغير يجيب هدايا ملاعيب للإمام الجواد. لما دخل الإمام عليه السلام بان الغضب على وجهه، وضع ذني الأشياء. الإمام متألم، قال له: أنت شنو هاي جايب ذني الأشياء؟ إحنا ما خلقنا للعب، هذا مو دليل على أنه، شوف عقلية الإمام، فكر الإمام، هذا يدل على أنه إمام مرتبط بالسماء، ماكو فرق كبيرا كان أو صغيرا. يقول له: شنو أنت جايب ذن الملاعيب؟ إحنا ما خلقنا لهذا، إحنا خلقنا للآخرة، ما خلقنا للعب. هذا هو إمامنا وسيدنا الإمام أبو جعفر الجواد صلوات الله وسلامه عليه. طبعا المناظرات العلمية، الندوات الفكرية، إش قد عرض للأسئلة، إش قد جابوا علماء يمتحنون الإمام الجواد، والإمام الجواد يخرج مكلل بالفوز والنجاح صلوات الله عليك يا أبا جعفر. والحديث طويل عن هذا الإمام. وهذه الليلة أيها الأحبة هي ليلة أسى، وليلة مصيبة، وليلة حزن، وليلة عزاء. الآن المؤمنون يتوجهون إلى حرم الإمام الجواد، الرجال والنساء، ويبكون على مصابه. من كل حدب وصوب جاءوا إلى هذا المكان، يقدمون العزاء إلى الإمام الكاظم، إلى الإمام الهادي. يقول له: يا باب المراد، شوف شيعتك، الرجال والنساء لبسوا السواد، المواكب، مواكب العزاء، انظر إلينا يا باب المراد. لذ لذ اندهتك الرزايا، والدهر عيشك نكد، بكاظم الغيظ موسى، وبالجواد محمد. وإحنا يا باب المراد، كل إحنا عندنا حوائج. إذا أكو واحد مريض بمجلسنا، أو مريضة، أو مهموم، أو مغموم، أو طالب حاجة، حوائجنا معلقة ببابك يا باب المراد. أيها الأحبة، أيها المؤمنون، إمامكم الليلة دسوا إليه السم القاتل، وبقي الإمام يجود بنفسه، يتقلب يمنة ويسرى. ما أدري، دسوا إلى الإمام السم القاتل، وضعوه بعنب، وضعوه برمان، بمنديل، ما أدري، لكن الإمام صار يتقلب يمنة ويسرى، ويريد قليلا من الماء. اجتمعت على الإمام، كان صائما، حرارة الشباب، حرارة الصيام، حرارة الجو، حرارة السم، والإمام يريد قليلا من الماء. أكو جارية
رقت لحال الإمام، ركضت جابت إناء ماء تقدم للإمام الجواد. إجت أم الفضل ضربتها وأخذت الإناء ورمت الماء على الأرض وأخرجت الجواري وأغلقت الباب على إمامكم الإمام الجواد. الإمام الجواد أراد شوية يستنشق الهواء، قام وين؟ صعد على سطح الدار ينظر يمينا شمالا يتمنى شيعته وحيدا فريدا. أجركم الله أرباب العزاء، أحسن الله لكم العزاء، وفي مثل هذه الليلة مدد يده ورجله. يا الله مدد يده ورجله، غمض عينه وقضى إمامكم نحبه. رحم الله من نادى وجواده، رحم الله من نادى وإمامه. سمع سمع للإمام الهادي، خلي يسمع صوتك. رحم الله من نادى وجواده. انت هنا بالمجلس بالصحن برا وين ما تسمع صوتي، كلنا ننادي رجالا ونساء وإماماه وسيداه. الشيعة افتقدوا إمامهم 3 أيام، إمامهم غائب ما يدرون وين إمامهم. مثل ما أنت جاي اليوم، الشيعة أقبلوا إلى دار الإمام وضعوا سلم، صعدوا على ذلك السلم وإذا بالإمام على سطح داره ترفرف عليه الطيور، له رائحة كرائحة المسك. فلما نظروا إلى إمامهم كلهم صاحوا يلطمون وجوههم ينادون وإمامه وجواده. أخذوا جنازة الإمام حملوها على أطراف الأصابع، جابوا الإمام إلى هذا المكان بجوار جده ودفنوا الإمام. يقولون مصيبة الجواد شابهت مصيبة الحسين، الجواد عطشان كجده الحسين، بقي وحيدا فريدا كجده الحسين. ولكن أقول الإمام الجواد الخيل ما لعبت على صدره، ولذلك عمر بن سعد نادى يا خيل الله اركبي وبالجنة ابشري ودوسي صدر الحسين. زينب اجت قلت لهذا الحسين ابن فاطمة الخيل ما يصير تلعب على صدره، ماذا صنع؟ نادى 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 بن سعد ما تجاوبوها ما تجاوبوها، ركبوا الخيل رضوا صدر أخوها وسدره وسدره ما ينشال شيلنه، وسدره أخوي مرض رضى ضلوعه، وسدره يا هول جاب كافوره، وسدره ومن غسل غريه بالغاضريه. زينب نظرت شافت خيال رسول الله، صاحت يا محمد هذا حسينك بالعرى،
مسلوب العمامة والردى وبناتك يا رسول الله سبايا يا جدي مات ما حد وقف دونه ولا نغار غمض لعيونه يعالج بالشمس من خطف لون بعد منو حضر بكربلاء حضرة الزهراء ونظرة زينب إلى خيال أمها فاطمة تقلها تعالي يا محسن لي تعالي شوف كربلاء سوت بحالي جاوبتها تقلها يمج يمج يا يما مو بعيدة مو بعيدة أنا شفت حسين من حزة وريدة من حضر بكربلاء بعد حضر أمير المؤمنين ولذلك نظرت زينب إلى خيال أمير المؤمنين اللي يوقع بشدة شي يصيح يصيح يا علي وزينب هم صاحت يا علي يا مغسل الزهرة بظلمة الليل أو يا الواقف عليها ودمعك يسيل أخبرك ترى حسين من غير تغسيل أي أخبرك ترى حسين من غير تغسيل وويلي على المسموم وويلي على وويلي على المسموم أريد منك صرخة للإمام الهادي نسمع للكاظم للرضا وويلي مسموم وويلي على المسموم وويلي على المسموم وويلي على المسموم وويلي على المظلوم